أسعد الله مساءكم بكل خير. نحن اليوم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبرنامج إسعاف لايف. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا على قنوات التواصل الاجتماعي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبرنامج إسعاف لايف. مما لا شك فيه أن عمل الخير، مساعدة الآخرين وتخفيف معاناتهم تعتبر من الأعمال الجليلة، إذ يستشعر الناس مع هذه الأعمال أن الدنيا لا تزال بخير، وأكثر من يستشعر كذلك بركة هذه الأعمال هم جنود خط الدفاع الأول الذين يتصدون لفيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترة بكل كفاءة واقتدار. وطبعا يسعدنا من خلال برنامج إسعاف لايف أن نستضيف المسؤول عن الذخيرة، ذخيرة المؤسسة، إذ يزود جنود خط دفاعنا الأول والجيش الأبيض بكل المستلزمات والأدوات التي تعينهم على محاربة هذا الفيروس في خلال هذه الفترة. اسمحوا لي متابعينا أن أرحب بالأستاذ محمد سيف درويش، صيدلاني بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. حياك الله معنا. الله يحييك محمد، نحن جدا سعيدين بوجودك. أنا والله أسعد في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. بداية أستاذ محمد، لو تعطينا نبذة عن نفسك، متى التحقت بالمؤسسة؟ أنا التحقت بالمؤسسة في 2016 في الشهر الثاني من سنة 2016. كنت قد استكملت خبرة حوالي 12 سنة. في الوقت الحالي أنا أتممت حوالي ما يقارب 15 سنة كخبرة إجمالية، ضمنها 4 سنوات وبضعة أشهر في مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. طيب ليش اخترت الالتحاق بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الذات؟ كان منذ أن دخلت الدولة هنا في 2006 وأنا طموحي أن ألتحق بالعمل في الجهة الحكومية كونها جهة معتمدة. تم الالتحاق بالكادر أو بالجانب الخاص في دبي لمدة حوالي 9 سنوات، اكتسبت منها خبرة أهلتني إلى الالتحاق بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في عام 2016. جميل جدا. وكيف تقيم تجربتك لحد الآن، رحلتك في المؤسسة للآن؟ للأمانة منذ دخولي للمؤسسة أو التحاقي فيها في 2016 أنا يوميا أكتسب خبرة أكثر، خبرة تختلف تماما عن الخبرة السابقة التي كانت في القطاع الخاص أو بمعنى أصح في الجانب المستشفيات بشكل عام. نحن الآن في خط الدفاع لدينا عمل مختلف تماما عن ما هو في المستشفيات أو في الصيدليات بشكل عام. بنتكلم أكيد عن خط الدفاع الأول وتصديكم للأزمة خلال هالفترة، ولكن بنتكلم عن القسم اللي أنت مسؤول عنه ألا وهي الصيدلية. متى تم إنشاء الصيدلية بالمؤسسة؟ تم إنشاء الصيدلية في الشهر السابع من 2017 بشكل رسمي بتصريح صادر من هيئة صحة دبي. تم تجهيزها بشكل كامل متكامل من حيث الأثاث، الخزائن المختلفة، الأحجام أو الاستخدامات، تزويدها بجميع الأدوية الموجودة، وكمان تم إضافة أدوية لم تكن موجودة سابقا. جميل. يعني هي الصيدلية أو عملك تتمحور في أنك توفر الأدوية للمسعفين، توفير الأدوية، تخزينها بالشكل الصحيح، صرفها للمعنيين سواء كانوا من أطباء أو فنية طب طارئ متقدم أو فنية طب عام. طبعا هذه الفئات تختلف من حيث صلاحيات الأدوية المتوفرة لديهم، فالطبيب يختلف تماما عن فنية الطب الطارئ المتقدم عن فنية الطب الطارئ من حيث الأدوية. نعم، حيث نحن نعمل في دولة الإمارات بالذات والتحديد في إمارة دبي، لها قوانين خاصة بمداولة الأدوية ومن له الحق أو صرف أو إعطاء أو اقتناء مثل هذه الأدوية. اختلاف الأدوية من حيث تدرجها من الأدوية المخدرة إلى الأدوية المراقبة إلى الأدوية العامة، تختلف فئات المستحقة لهذا الشيء. نعم، وحضرتك المسؤول عن صرف هذه الأدوية بالشكل المناسب لكل مختص. كم صيدلية موجودة بالمؤسسة؟ حاليا توجد لدينا صيدلية واحدة في المبنى الرئيسي للمؤسسة دبي لخدمة الإسعاف، مبنى المخازن. نعم. ف
ففي مبنى المخازن موجودة الصيدلية، وأنا أعرف أن في كذلك نقاط إسعافية، فلما يكون في مسعفين أو غيره يكونون جاهزين ومستعدين بأدويتهم قبل ما يتوجهون للمريض؟ نعم، بشكل عام يتم تجهيز سيارة الإسعاف، في شنطة توجد داخل سيارة الإسعاف تسمى ريسبوندر باج، اللي هي حقيبة المسعف أو حقيبة الاستجابة. هذه الحقيبة تحتوي على جميع المستهلكات الطبية بما فيها الأدوية. اقتناء الأدوية سواء كانت مراقبة أو مخدرة هذه كانت تندرج تحت اختصاص الأطباء الذين يتعاملون معي بشكل مباشر، إما بالاتصال وإما بتحديد موعد مسبقا وإما عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور مباشرة أثناء ساعات الدوام الرسمي. جميل، يعني نقدر نقول حضرتك مسؤول عن تزويدهم بالذخيرة، لأن كل مسعف وكل طبيب أكيد بيعالج المرضى أو المحتاجين للمساعدة باستخدام هذه الأدوية، وهذا يتطلب أنه يمكن تكون المؤسسة على استعداد تام، يكون عندها الكمية الكافية من كل الأدوية، صحيح؟ فكيف تزويد الأدوية هذه يعني طوال العام تكون موجودة بالمؤسسة؟ كلمنا عن هذا. أولا في البدء مسألة التماس ما يحتاجه الأطباء في الميدان من أدوية كان ثمرة عدة اجتماعات تم اجتماعها مع الأطباء من ناحية مناقشة ما هي الحالات التي يواجهونها في الميدان. تم اكتشاف مثلا حالات احتشاء عضلة القلب، حالات الموت المفاجئ، حالات الحالات القلبية بشكل عام، حالات الصرع خصوصا عند الأطفال. كل هذه تحتاج إلى إضافة أدوية إلى مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف. كان هذا بفضل الله من أحد الإنجازات التي أتممناها في من بعد أن تم افتتاح الصيدلية، إضافة هذه الأدوية التي تستعمل في الحالات الحرجة جدا. توفير الأدوية طوال السنة هذا له عدة منافذ، من ضمنها لدينا أدوية تمشي أو تتحرك بشكل كبير، مثل الإيبيبين، مثل الأسبرين، مثل الجلوكاجين، أدوية خاصة مثلا بالسكر، مثل البنادول سواء كان على شكل حقن أو على شكل حب أو على شكل تحاميل شرجية للأطفال، دواء مثل الأدرينالين حالات هبوط ضغط الدم المفاجئ أو ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، حالات هبوط السكر أو ارتفاعه. هذه الأدوية تمشي بشكل كبير أو سريع جدا، جعلتنا نفكر كيفية توفيرها طوال السنة. قمنا نحن هنا في مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف بتوقيع عقود مع موردين حقيقيين لهذه الأدوية. العقود هذه تنص على توفير الدواء بمجرد أن نطلبه من خلال 3 إلى 5 إلى 10 أيام كحد أقصى أمل. كوننا توقعنا مثل هذه العقود هذا يضمن لنا استمرارية المخزون بشكل دائم سواء كان في الصيدلية أو في سيارات الإسعاف. جميل جدا، يعني استشف من حديثك استاذ ان في جهد كبير جدا يبذل، جهد تنسيقي مع الجهات المعنيه مع المسعفين عشان تعرف شو احتياجاتهم للادويه وتكون على اهبه الاستعداد دائما. فنبغي نعرف التحديات اللي تواجهها في عملك. التحديات هي ان فجاه يطرا مثلا علينا خروج دواء عن السيطره، مثلا دواء يكون غير متوفر، هنا تدخل التحديات كيفية توفيره بشكل أسرع. مثل ما تم بالضبط في موضوع أزمة كورونا اكتشفنا أننا بحاجة مستهلكات طبية لم تكن تستخدم في السابق، فثمرت اجتماعات استشارة أهل العقول، استشارة أهل الخبرات، ينتج عن وجود حلول لهذه الأزمات. مثال الأدوية جاءتنا التعليمات من قبل القيادة في المؤسسة، يرجى وضع أو طلب الكمية المتوفرة لديكم، الكمية التي يتم استهلاكها والتي لا يتم استهلاكها كانت بدون استثناء بكميات، لأنه موضوع الكورونا غير معروف الأمد، غير معروف الأجل. هذا الشيء أعطانا الثقة أن احنا نطلب كميات ونضع مخزون يكفينا إلى ما بعد الكورونا بإذن الله، مستعدين وجاهزين وما زلنا في وزارة أمورنا تحت السيطرة. جميل جدا، يعني نحن نطمن أن الحمد لله أنتم على أتم الاستعداد في المؤسسة. الحمد لله. الحمد لله.
طيب الآن لو بنتكلم عن نحن نعرف أن هاي الفترة أكيد تمر عليكم فترة صعبة فيها ضغط عمل كبير بصراحة، وأكيد أنتم محتاجين لتضافر كل الجهود، وأنا أعرف أن تم التحاق عدد كبير من المتطوعين للمؤسسة على أساس يساعدونكم. لو تحدثنا عن هذا الجانب، دور المتطوعين عندكم في المؤسسة. أولا فتح باب التطوع كان من, من, من أروع الأبواب التي فتحت، أتاح لجميع الأفراد من شرائح المجتمع، من موظفين وعاطلين عن العمل، من جامعيين وخريجين ثانوية عامة، بدخول مثل هذا التحق مثل هذه الإدارة، إدارة التطوع. للأمانة يعني تفاجأنا بزمرة شباب من وبنات يعملون معنا في التطوع في قسم المخازن. هم عبارة عن جامعيين، هم عبارة عن ناس يلتحقون حاليا بشهادة ماجستير، منهم من هو خريج ثانوية عامة وملم جدا بأشياء التكنولوجيا مثل الكمبيوتر ومشتقاته. عرفتنا عليهم بشتى أنواعهم، جعلتنا نعمل معهم كفريق واحد. هذا الشيء يعني يبث فينا الفخر أن يوجد فئات من المجتمع مستعدة، جنود مخفيين مثل ما يسمى، يظهر وقت الحاجة أو يظهر وقت النداء أو يظهر قد في 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 وقت أنت لا تتوقع متى يظهر فيه. جميل جدا، يعني هذا يشير إلى أن عندنا ثقافة تطوعية جميلة جدا، يعني تشمل كافة شرائح المجتمع. للأمانة هذا ما زرعه الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر. زرعه الشيخ زايد في هذا المجتمع وما زال يتوارثه. ومن شب على شيء شاب عليه. شاب عليه. نعم. طيب أستاذ محمد، لو بنتكلم الآن أكيد يعني في خلال فترة عملك الطويلة والزاخرة أكيد بالمواقف، لو نتكلم أو تخصنا وتخص المتابعين بموقف أو موقفين من المواقف المؤثرة. أحد المواقف المؤثرة كان بعد عقد اتفاقية مع بين مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومؤسسة دبي لخدمة الإسعاف. هذه الاتفاقية كانت مثمرة جدا، تم تزويدنا من قبل مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدواء يعتبر سحري، هو مضاد للجرعات الزائدة من المواد المخدرة. أيوة، المواد المخدرة التي يتعاطاها المدمن. تم تزويد الأطباء بهذه، جميع الأطباء بهذه الأدوية. وتفاجأت في يوم في نهاية الأسبوع باتصال من إحدى الطبيبات، دكتورة هبة عزت، كانت دكتورة عندنا طبيبة أدفانس باراميديك، تتصل فيها تقول لي أريد الآن يا دكتور أنا محتاجة دواء بشكل عاجل. فقلت لها أنا أعتذر في البداية أنها تتصل فيها خارج ساعة الدوام، قلت لها لا يوجد هناك مشكلة، وبالضبط قابلتها بعد 20 دقيقة. فتفاجأت بأنها تريد هذا الصنف من الدواء. فعندها دار الحديث، تقول لي أتاني تحكي لي، هي تروي لي أنها جاءها البلاغ عن وجود حالة إغماء لا يعرف سببها. فذهبت فوجدت من علامات الولد الشاب المستلقي في العشرينات من عمره أو في الثلاثينات تقريبا، كان في بداية الثلاثينات، فاقدا للوعي، فاقدا للتنفس. فقالت كانت علامة الإدمان عليه ظاهرة، وكانت لا توجد لدي سوى جرعتين، مع أن أقصى حد ممكن يأخذ من هذا الدواء هو 5 جرعات. فقالت لي توكلت على الله وأعطيته الجرعة الأولى. يبدأ في التنفس، بدأ يسترجع التنفس عنده بشكل تلقائي، بشكل خفيف. قالت فابتسمت بعد 3 دقائق، أعطيته الجرعة الثانية، فإذا به تم الصحيان أو أفاق من الإغماء. بالضبط هنا بدأت الحديث معه لأتأكد أنه ما زال واعيا أم فاقدا للوعي. فقالت بالفعل كان واعيا، أخذناه وذهبنا به للمستشفى. قالت لم أخشى من شيء. أنا قالت يعني تقول أنا فرحة الآن أن الله أنقذ بي نفس بشرية كانت ستموت بفضل هذا الدواء، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذا الدواء. أنا قالت يعني لم يكن يحزنني شيء إلا أن أشعر أن المريض يحتاج إلى جرعة ثالثة ولم يكن لدي. فمن في يومها أخذت جرعة كافية تكفيها لاستشراءها لإنقاذ حالك. جميل جدا، وأكيد ما كانت بتقدر يمكن تنقذ الحالة لو ما كان في الدعم والاستجابة السريعة منك. يعني بالضبط. طيب لو بنتكلم عن الدعم الآن اللي أنت تشوفه وتحصل عليه في المؤسسة من الزملاء من الإدارة، شو رأيك في بيئة العمل والتعامل؟ نحن هنا في مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف بالذات في إدارة الممتلكات والأصول،
فريق عمل واحد، لا فرق بين صيدلاني وأمين مخزن. نحن نعمل في على مدار الساعة، متواجدين 24 ساعة، لدينا عدة فروع، لدينا مخزن في مستشفى راشد، مخزن في جبل علي، مخزن في المطار، مخزن في المحيصنة. هذه تحتاج مننا تتابع عن ماهية المخزون الموجود هناك ومن سيقوم بتغطية الأماكن هذه. جميعنا يلبي النداء في وقت الحاجة، لا يوجد بيننا فرق، بالعكس هذا جعلنا نشعر كفريق واحد. جميل جدا، وهذا التكاتف مطلوب. نعم. يعني بين الجميع، علشان خصوصا في هذه الفترة، فترة الأزمة. بالضبط. طيب الآن لو بنسأل مثلا عن الأزمة، شو غيرت في حياتك على المستوى والصعيد الشخصي؟ الأزمة أثبتت لي نقطتين كانت غائبتين عني. النقطة الأولى أن هناك وقت كثير نحن نهدره ولا نعرفه بقيمته إلا الآن. بقائنا مع الأولاد وهم أحق الناس أن نبقى معهم في بيوتنا، زوجاتنا، أبنائنا، وقت كثير نحن كنا نهدره لا نعرف قيمته. أثبتت لي أن التعقيم والنظافة هي أساس كل شيء. نحن في المكتب، في السيارة، في الشارع، في المصعد، نلمس أشياء وأسطح في السوبر ماركت، لا ندري ماذا تحمله هذه الأسطح من بكتيريا، من جثراثي، من فيروسات، من فطريات، لا نعلم. وممكن أن نقلب هذه الأشياء معنا إلى البيت، وأول ما ندخل بيوتنا أن نحضن أولادنا وننقل لهم من دون أن نعلم. النقطة الثانية والأهم التي انتبهت لها في بعد في موسم كورونا، أنا أصبحت فخور بنفسي كموظف، أحد موظفي مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف، تعتبر خط الدفاع الأول في هذه الأزمة. جميل جدا. شو بالنسبة للخطط المستقبلية بعد الأزمة؟ الخطط المستقبلية بعد الأزمة تتضمن أشياء، من ضمنها استغلال الوقت الذي يمر علينا في الوقت الحالي، سواء ببث فكرة المخزن الذكي الذي يحدد لك مخزونك الاستراتيجي متواجد في جميع المخازن سواء كانت فرعية أو موجود في سيارات الإسعاف، يفيدك في معرفة ما إذا كنت على وشك أن ينفذ المخزون أو ما زلت في فرع في فترة أو في 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 الجانب السيف سايد مثل ما يقال باللغة الإنجليزية. جميل جدا، الله يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية. طيب كلمة أخيرة تحب توجهها للجمهور أو لكل شخص يحب يتطوع معاكم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف؟ لكل شخص يحب أن يتطوع معه، نحن نفتح له ذراعينا، نقول له أهلا وسهلا بك، مكانك موجود معنا. أقول كمن خليكم في البيت، اتبعوا التعليمات، أهلنا أولادنا أولى بنا، فبقائنا بالبيوت واتباعنا للتعليمات يحد من هذا الفيروس ويجعلنا نتخلص منه في أقرب وقت بإذن الله. إن شاء الله وتعدي الأزمة هذه على خير بتضافر كل الجهود. وأحب بس أنوه أن وصلتني بصراحة يعني رسائل الشكر والتقدير لشخصك من المتابعين عندنا على اللايف، ويقولون يعطيك العافية، ما تقصر، والله يعينك ويقويك خلال هذه الفترة. نشكرك إذن أستاذ محمد سيف درويش، صيدلاني بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. أنا شاكر لكم، أنا جدا سعيدين معك، الله يسلمك. نشكركم متابعينا على متابعتكم لنا اليوم، ترقبونا بإذن الله يوم غد مع حلقة جديدة وضيف جديد. إلى ذلك الوقت كونوا بخير، مع السلامة.